السلام عليكم، أهلا بكم في اللقاءات الافتراضية لموسم الصيف من ثينك تانك. ثينك تانك هي مبادرة تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، هدفها خلق بيئة رقمية محفزة ونشر الوعي الرقمي حول التقنيات الناشئة. في هذا السياق يسعدنا أن نقدم لكم سلسلة من اللقاءات التي تركز على الرقمنة. موضوع جلسة اليوم هو مقدمة في التقنيات الناشئة للأطفال. سأدير جلسة اليوم، اسمي طارق مختار، مدير قسم تطوير الألعاب في شركة مانجا للإنتاج، ويسعدني أن أقدم لكم ضيوف للقاء اليوم. أول ضيف لدي اليوم الأستاذة رنا شميطلي من دولة لبنان، مؤسسة مبادرة ليتل إنجينيرز وحائزة على جوائز عديدة وشركات متميزة حول العالم، وتدرس في مراكز عدة تقدم برامج تقنية مختلفة من الروبوت والنمذجة والطاقة المتجددة. أترك المجال للأستاذ رنا لتشرح قليلا وتعرف عن نفسها. السلام عليكم، رنا شمعتلي. مثل ما ذكرت، أنا طلقت مشروع المهندس الصغير بال2009 بحجة أنه بدنا نعلم الأولاد مهارات الغد، وابتدأنا بعلم الروبوتيك، بلشنا بالروبوتيك، وبعدين شوي شوي مع الوقت بلشنا نحس أنه في مهارات أكتر لازم الولد يكون محتاج لها مثل الطاقة البديلة. مع الوقت لما بلش يصير في اكثر واكثر، بلشنا نشتغل على الانترنت اوف ثينجز، على الافيشن اندستري، على الاوتوموتيف اندستري، يعني بلشنا نطلع ببرامج متجدده لنمكن الطلاب بمهارات الغد ليعرفوا كيف بدهم ينقوا الاختيار الجامعي، لانه فعلا اذا ما حطيناهم على السكه بضل الطالب تائه، ما بيعرف شو بده يعمل. يمكن بيسمع بيو انه انا بدي اياك مهندس، او انا بدي اياك حكيم، او انا بدي اياك محامي، وهذا مش المطلوب. مطلوب انه نحن نكتشف عندهم مهاراتهم والباشن ليقدروا هن ينقوا الاختصاص اللي بخونهم يكونوا اشخاص ناجحين بالمجتمع. سو هيك اتطورت المهندس الصغير، واليوم انطلقت من لبنان على الامارات، كمان جايين على السعوديه، كمان عم تعمل مع السعوديه بالرياض. عندنا برامج صارت بقلب المناهج، مش بس انه بالمراكز الترفيهيه للطلاب. حسينا انه اللي نحن عم نقدمه لازم يكون لكل الطلاب بين ذكور واناث بالمدارس الخاصه والمدارس الرسميه. سو طلعنا مناهج، وهلا حابين هالمناهج تكون بقلب المدارس. للاسف كورونا اخرتنا شوي، بس ما كثير، نحن عم مستعدين نكمل المشوار. والبرامج عندنا بتعمل سبيكتروم اوف تكنولوجي، من الروبوتكس للطاقه البديله للانترنت اوف ثينجز للكودينج، حتى الولد يكون فعلا صار عنده مهارات يقدر يختار شو بده يعمل بالمستقبل. اكيد كل ما نطلع بالصفوف، كل ما بنصير فوكس اريا اكثر، حسب اذا كانت الطالب علمي ولا ادبي ولا ارتس. كمان عم نشتغل على 3 دي موديلنج لنقدر نخلي هالطلاب يعرفوا شو هو ديزاين ثينكينج، شو هو الكريتيف ارت، كل هالاشياء. يعطيك العافية أستاذة رنا، في مواضيع كثيرة وتخصصات كثيرة تقدمها ليتل إنجينيرز، حنرجع لك بالتفاصيل لاحقا. ضيف الثاني مدير التنفيذي لشركة روبو هاي تك، الأستاذ محمد الشامسي، كان من الناشئين سابقا، لأنه مبدع ومخترع وحائز على جوائز كثيرة، ومن من مسيرته أنه شارك في وورلد سكيلز سوزوكو 2007، حيث أبهر منافسيه ب اختراعاته وابداعاته، وتعاون ايضا مع جهات امنيه لتطوير روبوتات تخدم في مجال مثلا التعامل مع المتفجرات. اترك المجال للاستاذ محمد للتعريف عن نفسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يشرفني اليوم تواجدي في هذه الاجتماع وهذه المنصه، بالخصوص ان اليوم راح نتكلم عن مجموعه من التقنيات والمجالات اللي احنا مرينا فيها. صراحه قصه حياتي بدات، خلينا نقول، من سفرتي لليابان في مسابقات الورد سكيلز في شيزوكا. كان عندي فكره ان، او كان عقلي البعض انه يقول نحن ما نقدر نسوي مثل ما اليابانيين يسوون، مثلا اليابانيين يقدرون ونحن ما نقدر. فكان هذا الفكر موجود عندي انا دائما. رحنا في مسابقه الورد سكيلز في اليابان، تغيرت عندي هذه المفاهيم. تسابقنا مع الفريق الياباني ند بند، قدرنا في هذه يعني المنافسة فزنا على الفريق الياباني. هني تغيرت عندي الفكرة بالكامل، إن مثل ما اليابانيين يقدرون نحن بعد العرب نقدر.
مثل ما هم يقدرون يصنعون روبوتات بعد نحن نقدر نصنع. صحيح ان في نهايه المسابقه نحن تاخرنا للمركز التاسع واليابانيين وصلوا للمركز الاول، لكن مش الفوز ما كانت النتيجه او الفوز بالنسبه لي هو الحصول للمركز الاول، لكن الفوز هو التغيير اللي طرا علي او الفائده اللي اخذتها من هذه المسابقه. فلما رجعنا للدوله بعد ما شاركنا في هذه المسابقه تقريبا خلال فتره 3 إلى 4 أشهر صنعت اول روبوت اري. هذا الروبوت كان فكرته اني انا من طريق الموبايل في كان في عام 2008 اتصل مكالمه فيديو كول باستخدام الموبايل على الروبوت، اشوف الروبوت كيف يعني مثلا بالكاميرا اشوف الروبوت كيف يتحرك، اضغط رقم 2 يتحرك للامام، 8 يرجع للخلف، 6 يمين، 4 يسار. بهذه الطريقه باستخدام الموبايل من اي مكان كنت انا اقدر اتصل على البيت واشوف شو اللي صاير في البيت قبل ما تنزل اي تقنيات مثل تقنيات الانترنت والتقنيات الحديثه اللي نزلت. فكنت استخدم تقنيات الجيل الثالث او 3G. فاول فكنا نستبق كنا نستخدم شو التقنيات الحديثه ونستخدم. بعد فتره بدينا ناسس انديه باساس نادي روبوت الامارات، من خلاله بدينا نحن ننشر ثقافه الروبوت في الامارات وبين الطلاب الجامعات. بعدها بدينا نأسس شركة روبو هاي تك لأن أساس نساعد وندعم الأول مثلاً خلنا نقول الروبوتكس في الإمارات. شاركت مرة ثانية في مسابقة الورد سكيلز في 2009 في كندا، لكن المفاجأة اللي كانت لي لما رحت كندا كنت مشاركة خبير روبوت في المسابقة، تفاجأت أن صورة محمد الشامسي موجودة ومنتشرة في كل مكان في هذه المسابقة، وكنت أسأل ليش يعني صورة محمد الشامسي يعني، وكان يسألون ليش صورتك موجودة في المسابقة هاي وليش أنت كنت ستار في هذه المسابقة. فكنت أقول لهم أن لما رجعت من الورد سكيلز حاولت أنشر هذه المهارة وهذه الثقافة الموجودة عندي بين المجتمع، حبيت أني أساعد وأفيد المجتمع اللي أنا عايش فيه. فهذه من يعني من خلال هذه المسابقة تعلمت ونشرت ثقافة الروبوت وبديت أساعد المجتمع حول أو المجتمع في الإمارات أن ننشر هذه الثقافة. ومن بعدها بديت أستمر أكثر من حيث تطوير مشاريع جديدة ابتكارات وحاول ننشر هذه الثقافة. فاليوم انتقلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة خلنا نقول البيانات المفتوحة أو خلنا نقول بيانات مفتوحة المصدر أو الأوبن سورس. من خلالها بدينا ننشر يعني خلاص ان لما أنا اطور روبوت او اطور مثلا تكنولوجيا او تقنيه جديده نفتح هاي البيانات للكل الكل يستفيد منها ويطورها. فبدينا نساعد بعض على مستوى اكبر وبدينا نطور هذه التقنيات مع بعض، وان شاء الله يعني في تقنيات جديده ان شاء الله نتكلم فيها ان شاء الله خلال هذا اليوم. ان شاء الله هنعطيك المجال تتكلم براحتك يا استاذ محمد. شكرا على التعريف. ضيفي الأخير المبدعة الأستاذة فاطمة الكهبي، بنت 18 ربيع، واحدة من الإماراتيات المبدعات التي شقت مشوارها بمجال الاختراعات والابتكارات. خلال مشوارها القصير عمرا نسبيا 12 ابتكار، واختيرت من الأمم المتحدة من بين 1000 شاب وشابة من حول العالم لتمثيل الدول، مهتمة بخدمة الإنسان وتخفيف المعاناة. ما شاء الله تبارك الله، أهداف نبيلة إنسانية جدا. أعطيك المجال أستاذة فاطمة لتتكلم عن نفسك. في البداية السلام عليكم، أبغي أشكر المنظمين على الدعوة الكريمة وأتشرف أني أنا موجودة اليوم مع رواد في هذا المجال. مثل ما قلت اسمي فاطمة الكعبية، عمري 18 سنة، معروفة في دولة الإمارات كأصغر مخترعة إماراتية. عندي 12 اختراع في مجالات مختلفة، بديت في عمر 10 سنوات. طبعاً أعطي معك يعني المجال اللي أنا دخلت فيه وسبب تميزي في هالمجال في البداية طبعاً من توفيق رب العالمين، وبعدها الأستاذ محمد الشامسي واللي اكتشف موهبتي ودعمني من عمر 10 سنوات، فأشكره بقى طبعاً في البداية. وبعد ما شجعني وعلمني الأساسيات الحمد لله طرقت في المجال. حالياً أنا طالبة هندسة الحاسب الآلي مع تخصص في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة في جامعة فيرجينيا تك. أحب مجال الذكاء الاصطناعي وأتمنى أني أتخصص فيه أكثر، لأن المستقبل كبير للمجال، وفكرة أن الحاسب الآلي أو الأجهزة اللي موجودة عندنا اليوم ممكن تتغلب على ذكاء الإنسان أو تحاكيه إلى مستوى معين،
fascinates me وايد تفرحني وأحس أنه ممكن نستخدمها لخدمة الإنسان في المستقبل سواء لاكتشاف الأمراض أو تطوير مجال التعليم أو غيرها من المجالات. فلهذا السبب إن شاء الله حابة أني أكمل دراستي في هذا المجال وإن شاء الله أقدم تكنولوجيا للوطن العربي ممكن نخدم فيها المجالات اللي موجودة من خلال الذكاء الاصطناعي. شكرا على التعريف وبالتوفيق لك، وإن شاء الله عندك قدامك كارير طويل جدا حافل بالإنجازات. شكرا. أستاذ رنا، The Little Engineers، البروشور حق المبادرة حقتك تتكلم أو تقدم خدمات في الروبوتكس، كودينج، رينوبل انرجي، افييشن، اوتوماتيف، سبيس سينثيسيس، انترنت اوف ثينجز، ارتفيشال انتليجنس، 3D موديلنج، ما شاء الله تبارك الله. بحكم عملي في مانجا برودكشنز، انا مسؤول عن قسم تطوير الالعاب. في الدول العربيه نواجه تحديات كبيره في توصيل العلوم الجديده 3D modeling, simulation, animation إلى طلابنا في المجال عشان نجهز أجيال قادمة. أبغى أعرف عن خبرتك وتجربتك في تقديم هذه التقنيات وتعريفها للناشئين. أوكي. هقلك شغلة واحدة، 3D modeling مثلاً نقول هو topic كتير حلو وفي كتير open source لو واحد يشتغل 3D modeling. في مثلا الاوتوداسك مقدمة بلاتفورم لليوت مثل التينكركاد او الفيوجن 360، في عندك الويندوز مقدمين عندك 3D بيلدر، كل هدول اوبن سورس تولز ليقدروا الولد يشتغل. وين مشكلتنا نحن بال 3D موديلينج؟ اذا نحن ما حطينا ستوري بورد وقلنا للولد شو بده يعمل، الولد بيمرق مرور الكرام وبيظهر وما ما عنده انترست انه يفوت يكمل الديزاين اللي بده يعمله. سو لما انا عرفت شو هي المشكله وشفت انه ليش الاولاد ما عم نقدر نعمل لهم ريتنشن على 3D بيلدينج بلاتفورم، افتكرت كتير منيح انه كيف يحل هالمشكله. بلشنا نعمل ستوري بورد لديفرنت ايج جروبس، الولد الصغير شو بحب، الولد الوسط شو بحب، والتلميذ اللي بده يفوت على الجامعه شو بحب. واكيد بدك تقول له ليش انا بدي اعلمك 3D موديلنج، انه انا ما بدي تتعلم 3D موديلنج بس لانه هو سوفت وير زياده او اد اون، بدنا نقول له شو تشالنجز احنا عم نواجهها كونك انت بتشتغل بالالعاب وبتطوير الالعاب. اي لعبه اشتريتها انكسرت شقفه منها الولد بيحملها وبيكبها، نحن اليوم عم نقول له كيف انت فيك تخليها وترجعها من ابتداء من ليجو ادوكيشن. ثلاث ارباع المدارس عندها ليجو ادوكيشن كيتس، اليوم إذا قطعة واحدة من الكت راحت الكت صار ما له عازة، ببلشوا وين بدنا نجيب سبير بارتس، وين كيف بدنا نعمل سبير بارتس. اليوم نحن عم نعلم الطلاب how to design هالبريك and 3D printed to complete كت هيروح على الكب إذا نحن ما قدرنا لقينا سبير بارتس لقاله. واللي بيصير عنا نحن بتشوف إنه كل الشركات حتى تضلها بالسيلز وتبيع شو بتعمل؟ بتغير ألوان، بتغير سايز، بتغير شغلة. سو حتى أنت تحس حالك أنك أنت مرهون لتشتري بضاعة جديدة. اليوم نحن بدنا نقول بدنا نكف باللي عنا لأنه الاستثمار مرة واحدة، وكيف فينا نحافظ عليه هو بالطريقة أنه نعلم الولد هو يكون المبتكر والمبدع ليقدر يعمل 3D design. بس ليصير ببلاتفورم معلم، هلأ جمعة الماضية أنا بالإمارات، هلأ كان عنا competition بالمول أوف إميريتس، خلينا الأولاد يعملوا ديزاين للدوم تاع المول أوف إميريتس. ما بتتصور قدي طلع عنا إبداع من طلاب، يعني beyond the expectation. رجعنا قلين لهم أنه أوكي نحن عملنا الدوم بس I want to see the inside، كيف بلشوا يفرشوا، ناس عملوا محلات تياب، ناس عملوا محلات سبور، ناس حمل عدا سكي. يعني الولد أنت بس بدك تعطيه tools لهو يبدع. Another competition was to build the Falcon of Emirates. بلشنا كمان فتنا خليني هون، ويوم بعد يوم بتغذيهم بتولز اند جايدلاينز للولد يقدر يكون مبدع. مش لحاله الولد بيقدر يفوت على بلاتفورم اذا ما حبه، في كتير ناس عاملين 3D موديلنج بلاتفورم ليخلوا الاولاد يعملوه. بس والمسابقات هذه اللي صارت في المسابقات اللي صارت في الامارات، عفوا ايش اعمار المتسابقين؟ كان عندي من عمر 8 ل 10 سوا، وكان عندي عمر 11-14 سوا. النتائج عندي I can share with you designs. بتدرسي 3D modeling
للمتسابقين 8 ل 11 سنة على حسب خبرتي ان 3D modeling معقد كثير. لا، ما هو بدك تبلش بالبلاتفورم. يعني حتى طلبت منهم انه لما خلصنا المول اوف اميريتس والفالكون، طلبت منهم انه نعمل ايربلينز، فخبرتهم شوي على الايربلينز وعلى كنت انا لانه عندي بارتنرشيب مع شركه ايرباص. So I wanted to let them think about how to design. يعني أعطيتهم كل التولز، قلت لهم خبرتهم شوي how to fly, how to you build a story about what you want to do. يعني خبرتهم إنه في عنا الوينجز الفلاب كل هالرادار كل واحد يطالته، قلت لهم let's design. إذا بأرجيك الطيارات اللي طلعت عندي it's amazing. من يوم ما بدأوا المتسابقين إلى ما سلموا لك النماذج النهائية، كم الوقت اللي احتاجوه؟ 5 days, 2 hours each day. يعني التوتال 10 ساعات بس. يس بس عن جد اذا بتشوف هلا في ناس اجوا عملوا دروب ان وعملوا تراي مي سيشن اباوت 3 دي موديلينج، 1 سيشن 2 سيشن، بس لما بياخذوا فول كورس، الكورس هو مثل سيكوينشال ستوريز، كل مره بتلقح الطالب بمعلومه جديده ليقدر هو يكون عنده سكيلز ليبدع. وانا صراحه ما بتعب لما بكون عم بعطي الكورس، لانه انا بعطيهم الجايد لاينز بقول لهم unleash your potential. أنا I don't have to help, I guide you, I give you hints, but it's not me who gonna design, you gonna design. ولو تشوف هن عندهم المهارات المخفية ما حدا بيعرفها. هلا أنا بقول إنه one of the things أكيد علمنا robotics. Robotics is one key of future technology. في عنا ال 3D modeling, في عنا renewable energy, في عنا إذا عم نحكي tech, high tech, في عنا ال artificial intelligence. Definitely هو اللي بيطلعوا gradually، بس ما في يجي يقول أنا بدي بلش أعلم artificial intelligence لولد كتير صغير. So gradually بلش منزل لهم هالمهارات. يعني بلشنا بسimple coding، نرجع advanced coding، نرجع advanced bionic engineering. يعني بدنا نمشي شوي شوي لنقدر نعطي هالمهارات لكل الطلاب، وكل واحد بحقبة عمرية محددة. أنا عجبني التدرج في الطرح وتقديم المعلومات، وعجبني كلمتك انك تسمت بسفر مره واحده وتعلمهم 3D modeling، واعتقد هذا مدخل الى 3D printing. 3D printing معنا عندك يعني اكتفاء ذاتي بانك تقدر تصنع المكونات اللي تحتاجها مثلا في الروبوتكس. بالنسبه للموضوع هذه حبيت انقل الميكروفون للاستاذ محمد الشامسي عشان يتكلمنا قليلا عن مشواره في الروبوتكس ويعرفنا عن المجال هذا. حياك الله. في البداية بعرف الناس شو معنات الروبوت، لأن يعني في كثير من الناس يمكن فاهمين الروبوت بشكل مختلف شوي. خلنا نقول أكثر الناس عندنا يسمعوا يسمونه الرجل الآلي مثلا، هاي كانت تعرفة. مشكل الروبوت لازم يكون رجل آلي، الروبوت مختلفة. خلنا نعطيكم فكرة على سبيل المثال، هذا اللي يعرفون الناس أن هذا هو الرجل الآلي، روبوت، لكن في نفس الوقت عندي هذا روبوت. صح. اوكي. في نفس الوقت هون إذا روبوت. هذه روبوت. صح. التقنيات ليش، شو اللي يجمع هذه الاشياء مع بعض؟ اللي يجمعهم ان الروبوت يتكون من اشياء، من 3 اشياء رئيسيه. خلينا نتكلم اول شيء المستشعرات او نسميهم السنسر الموجوده في الروبوت. بيكون جهاز استشعار مختلف الانواع، ممكن يكون يحسب المسافه، ممكن تكون كاميرا تشوف، ممكن يكون يقيس الحرارة. في مجموعة مختلفة من المستشعرات أو السنسرات نستخدمها. عندنا جهاز التحكم أو المايكرو كنترولر أو الكنترولر، أو خلنا نقول دماغ الروبوت أو الكمبيوتر. هذا هو اللي نسميه نحن الكنترولر. من خلال هذا الروبوت أو هني نحن نحط البرمجة الخاصة بالروبوت. بالإضافة عندنا المحرك او خلينا نقول الاوتبوتس اللي نستخدمها. من خلال هذه الاشياء ان الروبوت يقوم بعمليه بعض الاكشنز او الاوامر. فهذه الاشياء اللي هي تكون الروبوت.
من خلال هذه التقنيات، خلينا نقول كل هذه الاشياء نسميها نحن، هذا مثل هذه الاشياء تجمع الروبوت مع بعض، فنقدر نسوي اشياء مختلفه. ممكن نحن نتعامل مع الروبوت بشكل يومي في حياتنا، لكن ما نكون حاسين بهالشيء. على سبيل المثال، نحن نسافر كل يوم مثلا، لما نسافر الطيار اول ما يطير يحول الطياره على الاوتو بايلوت، وتبدا الطياره تطير بذاتها. في روبوت يقوم بالتحكم بالطائره من نقطة من البداية لنقطة النهاية. في عندنا الحين طلعت مثلا السيارات ذاتية القيادة، وهذا الروبوت بيقوم بالتحكم فيها. فبدينا بنشوف التقنيات الروبوت تبدأ تدخل في حياتنا بشكل يومي. بس أستاذ محمد، هذه المكونات اللي تبني منها الروبوت، هل ما زالت تحكر على جماعة معينة أو سعر عالي، أو هي متوفرة حالياً؟ حاليا صارت متوفره للكل. اليوم انا ممكن ادخل على اونلاين واشتري القطع اللي انا احتاجها وابني فيها الروبوت اللي انا احتاجه. ممكن تكلمت اللي اخترنا عن ال 3D موديلنج، في كثير من القطع اذا كان مش كانت متوفره نعوم استخدامها مع استخدام الطابعه ثلاثيه الابعاد او 3D برينتر، ونقدر منها نصنع الاجسام او جزئيات الروبوت. تقتصر علينا بعض التقنيات، يمكن تكون في تقنيات حديثه وتقنيات ما تكون متوفره عندنا، وممكن صعب نحصل على هذه التقنيات جدا متقدمه، او مثلا تقنيات خلينا نقول مش متوفره للشخص العادي مثلا على سبيل المثال، او تكون جديده. اما الشخص العادي حاليا، خلينا نقول مثلا المستخدم العادي، ممكن يستخدم تقنيات موجوده في الماركت ويقدر يكون منها روبوت. على سبيل المثال، انا عندي سياره لعبه ريموت كنترول، حاب احولها الى روبوت. شو احتاج ان احول سياره الى ريموت كنترول او الى روبوت؟ استخدم على سبيل المثال هذه القطعه. هاي القطعه نحن نسميها الاردوينو. اوكي، من خلال الاردوينو اركبها على سياره ريموت كنترول وبعض السنسرات، واقدر اخلي هاي السياره تتحكم، يعني تمشي بنفسها. اي لعبه موجوده انا عندي بدون ما اكون اتحكم فيها، احط عليها جهاز كمبيوتر. الكنترولر نسميها الكنترولر او دماغ الروبوت. في عندنا انواع مختلفه، ممكن مثلا نستخدم الاردوينو، وهو ممكن متوفر بسعر جدا زهيد. اذا حاب اسوي مثلا شيء متطور شويه زياده، ممكن استخدم رازبري باي كمبيوتر شيء مثلا. فهذه التقنيات حاليا متوفره، واقدر ابني منها روبوتات بشيء مختلفه. ممكن استخدم على سبيل المثال في عندنا تقنيات ممكن حديثه، يعني اذا مثلا حاب انا استخدم خلينا نقول مثلا اذا حبيت انا استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثلا عندي هذا الكمبيوتر من جيتسون او من انفيديا، كمبيوتر للذكاء الاصطناعي خاص بالذكاء الاصطناعي. ممكن استخدم عليه، يعني يكون قوه التحمل او قوه الباور موجوده فيه كبيره جدا، تعالج مثلا برمجه او البرمجه الذكاء الاصطناعي. فاحيانا حسب الروبوت اللي نحتاجه او طبعا الاشياء اللي نستخدمها او شو الابلكيشن اللي راح نستخدمه، نقدر نستخدم شو نوعيه الكمبيوتر او الكنترولر اللي محتاجينه للروبوت. في السابق كانت برامج برمجه الروبوت كانت يعني لازم اشتريها، لازم انزلها مثلا، تكون عندي مثلا لايسنس او تكون. اليوم صارت برمجه الروبوت متوفره فري اوف كوست، فاليوم انا اقدر ابني روبوت او ابرمج روبوت بدون ما اشتري انا برنامج. فانا ممكن ادخل على اي موقع، مثلا عندنا مواقع موجوده صارت متوفره اونلاين، واقدر ابرمج فيها الروبوت. في ناس حتى على سبيل المثال لو تسمحوا لي بس اعمل شيرنج للسكرين. من خلال هذه مثلا الموقع الالكتروني، يمكن انا ما يكون حتى عندي متوفر الجهاز الروبوت او الكنترولر، بقدر اقوم بعمليه برمجه للروبوت واسوي الحركات مثلا انا احتاجها مثلا بدون ما يكون انا مثلا عندي اشتري مثلا برنامج او اشتري جهاز او ادخل اونلاين واقدر اعمل برمجه للروبوت واشوف البرمجه موجوده عندي على الشاشه. لما حبيت تعلمت وخلصت وتمكنت انا من هذه البرمجه، حتى اذا حب مثلا اطور في عمليه البرمجه، صارت عندنا
نعم، مشاريع موجودة في بروجكتات كثيرة ممكن أن نعملها، أدخل على نفس الموقع ونسوي مشاريع كثيرة بدون حتى ما يكون أنا عندي الجهاز نفسه. بعدين لما أقوم حبيت لما يوصل عندي الجهاز ممكن أستخدم الجهاز أو أبدأ أسوي هذه المشاريع الموجودة عندي. فمن خلال هذه المنصة وخلال وفي مواقع كثيرة تساعد أن نسوي البرمج أونلاين، ونقدر أو فيها خاصية نسميها simulation أو خاصية المحاكاة، ونبرمج ونجرب البرمجة الموجودة عندنا بدون ما يكون أنا عندي جهاز أو روبوت. اللي احتاجه فقط هو أن يكون عندي أنا فقط جهاز كمبيوتر أو أي جهاز مثلاً متصفح، أي مثلاً جهاز ذكي لوحي آيباد أو شيء، فنقدر من خلاله نبرمج الروبوت. يعطيك العافية أستاذ محمد على الشرح الوافي. تكلمت أنت عن توفر القطع لبناء الروبوت، وتوفرت عن استخدام الـ AI في التطبيقات. أحب أرجع للأستاذة فاطمة، تكلمنا شوية عن اختراعاتها، إن مثلاً هي اخترعت روبوت للعميان، روبوت للبديل عن الطلاب، واستخدمت فيه الـ AI. ممكن أستاذة فاطمة تحكينا شوية وتعرفي لنا ما المقصود بالـ AI؟ في البداية مجال الذكاء الاصطناعي تركيزه بالكامل على ممكن تقول قدرة الحاسب الآلي أو أي جهاز أن يحاكي نمط تفكير الإنسان، مثلاً اتخاذ قرارات معينة أو اكتشاف نمط معين. من بعطيكم مثال، عادةً يوم أعلم الأطفال عن مجال الذكاء الاصطناعي وأعرفهم عليه، أحب أستخدم أو أشابه النظام هذا بطفل يتعلم كيف يمشي. فالطفل يوم يمشي يطالع غيره يمشي، مثلاً في البيت أهله أمه وأبوه يمشون ويتكلمون، فمن خلال رؤيته لها الناس أنهم يسوون هاي الحركات المعينة يبدأ يتعلم أنه يطبقها بنفسه. هذا ينطبق بعد على الذكاء الاصطناعي، بحيث أن مثلاً إذا أنا عطيت input معين، مثلاً عطيت الذكاء الاصطناعي، مثلاً بعطيكم مثال على مجال السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذا أنا أسوي لايك على صور قهوة طول الوقت، الإعلانات اللي بتطلع لي قهوة، والسبب أن الذكاء الاصطناعي يتعلم من النمط اللي أنا أسويه كل يوم ويبدأ أنه يحط لي إعلانات تناسب الشيء اللي أنا أحبه. فمثلاً مرات ممكن إحنا نتكلم عن شيء معين ويطلع فجأة في الإعلانات. ليش؟ لأنه يبدأ التلفون يتعلم هاي الكلمات، يتعلم النمط اللي إحنا نستخدمه مثلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا هو الذكاء الاصطناعي، وأنا أحس أنه ممكن في المستقبل نستخدمه لخدمة الإنسان، بحيث أنه ممكن نستخدمه مثل ما ذكرت في الطب أو في التعليم وغيرها من الأشياء. عادة يوم أتكلم عن الذكاء الاصطناعي الناس يخافون من المجال، يقولون أنه مثلا ممكن الرجل الآلي يأخذ على عالمنا، وأنه ممكن يعني هاي التكنولوجيا تأخذ الوظائف في المستقبل. أنا أحس العكس، صح ممكن يكون لها جانب سيء، لكن ممكن نستخدمها لأنها تسوي الوظائف الروتينية، مثلاً موضوع المحاسبة والأشياء اللي نحن نسويها اليوم. إحنا ياسين نخسر وقتنا نسوي أشياء ممكن الكمبيوتر يسويها في ثواني، فليش ما نخلي الحاسب الآلي يركز على هذا الموضوع والذكاء الاصطناعي، وإحنا نركز على أشياء أهم، نركز على الشغلات اللي تحتاج إبداع أكثر أو تحتاج إلى علاقات بشرية أكثر، لأن مع استخدامنا للتكنولوجيا فقدنا هذا الجانب الإنساني، يعني تعاملنا مع بعض أو مشاعرنا. هاي الأشياء الحاسب الآلي مستحيل يوصل لها اليوم من الأيام. صح ممكن يبدأ يكون مشاعر أو يفهمها، بس المشاعر الإنسانية مختلفة. فمع يعني وجود الذكاء الاصطناعي واستخدامنا للتكنولوجيا إن شاء الله بتطلع وظائف أحسن ووظائف إبداعية أكثر، وبنبدأ نركز على قدرة الإنسان أكثر من ما نركز على التكنولوجيا وكيف ممكن هي يعني تتحكم بعالمنا. فأنا أقول حق الناس لا تخافون، أنا أشوف أن المستقبل بيكون أفضل مع وجود التكنولوجيا، وأي تكنولوجيا جديدة تطلع إحنا نخاف منها، مثل الكمبيوتر أو السيارة أول ما طلعوا كانوا الناس يخافون منهم ما يبغون يستخدمونهم، لكن إن شاء الله مع استخدامنا اليومي لها مثلاً على التلفون وغيرها من الأجهزة بنتعود عليها إن شاء الله، وممكن نبدأ نستخدمها لفائدتنا وفائدة المجتمع. جداً إن شاء الله. أنا بالنسبة لي في مجال تطوير الألعاب، إحنا نواجه تحديات إلى مثلاً
نقل الرؤية حقتنا للعبة إلى المستثمرين أو متخذي القرار. فنستعين نحن مثلا بكونسبت ارتست يقعد أيام أسابيع يرسم لنا مخيلات لنشرحها، بينما الآن في تقنيات تخرج لنا كل يوم عبارة عن تطلب من الكمبيوتر رسم لي مشهد أرضي أخضر في عصافير تلعب. سبحان الله خلال ثواني زي ما تفضلتي الأعمال الروتينية صارت في ثواني تطلع لك، وتقدر تركز على الجانب الإبداعي بدل ما تضيع وقتك وجهدك وطاقتك في أشياء روتينية مكررة. بالنسبة لل 3D Modeling إنك تسوي Extrapolation من مبنى بطراز معماري معين، طابق واحد، شباكين، إلى 10 طوابق، 20 الشباك الحاليا. سابقا تقعد تسوي موديلنج للتفاصيل كلها، الحين تمسك بس طرف المبنى تفتحها الكمبيوتر حيسوي انتربوليشن ويعب لك اياه كانك يو اوريدي موديل ذا هول ثينج. طيب احنا نعتبر سباقين في المجال، سواء تطوير الالعاب، سواء الاختراعات، سواء الروبوتكس. قطعنا مشوار كبير، حصلنا على القطع، حصلنا على education اونلاين. الحين احنا دورنا كرياديين في هذا المجال ان نبدا نطور ونعد الجيل القادم ونحبذ لها للجيل الجيل الناشئة هذه الاختراعات. أحب أعرف إيش تجاربكم وخبراتكم في تطوير مناهج أو دعم مناهج أو تعاون حكومي مع المنشآت والجامعات والمدارس. أحب أبدأ مع الأستاذ فاطمة، تكرمتي. يوم أتكلم عن تجربتي أتكلم عن تجربة طفلة في عمر صغير حبت أنها تدخل في مجال الاختراع والابتكار. أنا بديت أو كان اهتمامي في مجال الابتكار بدأ من عمر 7 سنوات، فأهلي كانوا يطوروني في البيت كونهم مهندسين ومختصين في المجال، لكن مع مرور الوقت حسيت أن احتجت مساعدة أكثر، فاتجهت للإنترنت، شاركت في نادي الإمارات الروبوت عن طريق الفيسبوك. في سنة 2010 مثلاً كنت أشارك بوست عن مثلاً المشروع اللي أشتغل عليه أو إذا واجهت أي صعوبات. كنت أتعلم من اليوتيوب، أستخدم open source، أستخدم وايد مواقع حتى أطور من مهاراتي، لأن ما كانت أو ثقافة الابتكار ما كانت وايد منتشرة عندنا في الإمارات، أو اللي يعرفون عنها هم الطلبة الجامعيين، أو يعني ما تشوف ناس في عمر صغير مهتمين في هذا المجال. لكن بعد ما دخلت في المجال وبديت أتعلم وكونت نفسي، اكتشفت أن اللي ميزني عن غيري أن أنا كانت عندي بيئة شجعتني أني أدخل المجال. يعني أهلي شجعوني بحيث أنهم وفروا لي القطع اللي أحتاجها أو رووني المواقع اللي ممكن أستخدمها، فحبيت أن أنا أساعد غيري. فبديت في البداية استويت مدربة معتمدة في الإمارات، وبعدين رحت لمدارس ودربت الطلبة على عرفتهم على مجال الذكاء الاصطناعي أو الاختراعات وتكلمت عن تجربتي، ولاحظت أن الفرق بيني وبينهم أن هم ما كانوا يعرفون شو المجال أو فاهمين فكرة خاطئة عنه، أن المخترع اللي يتخيله مثل أينستاين، شعر كبير وجاكيت وريال كبير في عمره، يعني ما نتخيل أنه ممكن إحنا من عمر صغير ممكن نبني شيء أو نعلم غيرنا أو حتى نبدأ في هاي التكنولوجيا عن طريق الإنترنت. فحس أن إذا حد حاب أنه هو يبدأ، أسهل طريقة أنه هو يبحث عن المجال اللي محبنه على الإنترنت. وزي ما تفضلتي إن وجود بيئة محفزة مشجعة جدا مهم، كونك الحين مدربة معتمدة للناشئين، أيضا وجود المرشدين المعتمدين والموثوقين واللي عندهم الشغف لنقل هذا العلم الآخر. أنا أعرف إن دكتور إن الأستاذ محمد الشامسي له دور في نشأتك وفي تطويرك وفي إرشادك في هذا المجال. لو يتفضل الأستاذ محمد يشرحنا شوي، لأنك عارف أنك تقدم برامج تعليمية في مجالات كثيرة. بصراحة يعني الواحد مهم أن العلم اللي موجود عنده يحاول ينشره ويحاول أنه يساعد الغير بالمعلومات الموجودة عنده، لا يحاول أنه مثلا يحتفظ بالمعلومة الموجودة عنده، لأن أنت إذا احتفظت بالمعلومة هاي خصوصا في مجال التقنيات ومجالنا نحن العالم يتطور بشكل سريع جدا، فالمعلومة اللي أنا محتفظ بها اليوم ما راح تفيدني بكرة لأنها صارت معلومة قديمة، صار تطور جديد في التكنولوجيا، صارت تقنية حديثة نزلت في التكنولوجيا. فبدينا نحن لما تشارك المعلومات وبدأت تساعد المجتمع اللي معاك أو خلنا نقول المجموعة اللي حولك، خلنا نقول مثلا نبدأ في البيت
اليوم لما انا ابدا في البيت اساعد، احاول اساعد مثلا اخواني واهلي موجودين عندي، انه المعلومات الموجوده عندي او التقنيات الموجوده عندي. بعدين شوي نطلع دي مثلا اذا انا مثلا طالب في المدرسه او طالب في الجامعه، احاول انا مثلا اساعد، احاول مثلا اعمل مثلا نادي، اعمل مثلا ورشه، احاول يعني نحاول نكون عندنا انشطه. الاشياء اللي ساعدتنا بشكل سريع وخلتنا نتعلم بشكل اسرع هي المسابقات التقنيه. في مثلا في كليات التقنيه العليا اللي كنت طالب فيها كان في كثير من المسابقات، يعني اول ما دخلت الكليه في كل سنه في مسابقه جديده عندهم، يعني اذا ما كانت مسابقتين. فتعلمنا الروبوت، تعلمنا الدرونز، تعلمنا اشياء كثيره من خلال هذه المسابقات. والمسابقات تحفز الطلاب، تحفز اللي حاب يتعلم بشكل انه في يعني انه يحاول انه يوصل لهدف معين وهو يفوز في المسابقه. فهاي المسابقات كانت تفيدنا بشكل كبير ان نتعلم الطلاب. بالاضافه في عندنا انديه في الامارات، مثل نادي الامارات العلمي. في كل مثلا كل جامعه تحاول تنشئ هذه الانديه العلميه او التقنيه الموجوده، مثل نادي الاختراعات او نادي الروبوت في كل جامعه وكل مدرسه، بحيث ان الطالب لما يروح للنادي يحاول يفرغ الطاقه الموجوده عنده او الموهبه الموجوده عنده. الشيء اللي يميز مثلا نادي روبوت الامارات كان ان الطلاب لما يروحون النادي ما في مدرس يعلمهم، او ما في منهج. لما اقول لك انت كطالب تعال في منهج، انا راح اعلمك اول شيء لازم تدرس الماده الاولى او الشابتر الاول الثاني الثالث لين ما توصل لمرحله انك انت فهمت كيف تصنع الروبوت. لا، نبدا بالعكس، انت شو حاب تتعلم؟ شو حاب تسوي؟ شو الفكره او الاختراع اللي في بالك تحط نشأه؟ خلينا نبدا مع هاي الفكره ونحاول ننشأ نصنع هاي الفكره وهو نعلمه في نفس الوقت. فصارت مثلا الشخص يجي النادي يقول انا ابغى اصنع طياره على سبيل المثال، فيبدا اوكي اللي تحتاج تصنع الطياره تحتاج هذه المواد، تحتاج هذه الاجهزه، تحتاج هذا القطع مثلا، في اشياء مثلا ممكن نشتريها اونلاين، في اشياء ممكن نصنعها بنفسنا. فنحاول من هاي الطريقه، فالطالب نفسه او الشخص المنتسب للنادي يحاول بنفسه يكون عنده اهتمام اكبر، يعني انه يبدع ويحاول يشوف المنتج، بعكس انه مطالب انه في منهج لازم يمشي عليه. فصار الشخص لما يتعلم او يكتسب معلومه ما ينساها. حبيت اني اشاركني واحده من التجارب اللي كانت في النادي. كنا نشارك في مسابقات الطائر بدون طيار. فكره المسابقه تصميم بناء وتطير طائر بدون طيار ذاتيه، يعني فولي اوتونومس بدون ما حد يتحكم فيها. شاركت المرة الأولى الحمد لله، السنة الأولى طلعنا فيها المركز الأول. شاركت معاهم السنة الثانية الحمد لله طلعنا المركز الثاني. السنة الثالثة كنت أنظم مسابقة اللي هي مهارات الإمارات، مسابقة للروبوت. فقلت حق الطلاب أو الفريق الموجود عندي في النادي أنا ما راح أكون مشارك وياكم في هذه المسابقة، أنتم راح تشاركون بنفسكم بدون ما مثلا محمد الشامس يكون موجود وياكم، من عندي مثلا خبره في والطلاب هذول جايين بدون اي خبره سابقه خلينا نقول في المجال. تفضلوا انتم عندكم مثلا جربتوا وياي شفتوا الاشياء، تفضلوا بنفسكم ادخلوا المسابقه. جيت تخيل يعني نهايه اليوم انا رحت المسابقه وقت التكريم والحمد لله يعني تفاجات ان الفريق حصل المركز الاول، مش فقط انه حصل الاول في المسابقه لكن حصل على عديد من الجوائز. وكان تكريمي انا شخصيا ان في فريق او مجموعه من الشباب كانوا بادئين من الصفر ووصلوا لمرحله انهم خلينا نقول احتراف ومتميزين في المسابقه يعني. فهذا التكريم يعني ان اليوم صار عندي مجموعه من الشباب مهتمين في هذا المجال وصار عندهم خبره وعندهم القدره انهم يصنعون. فمن هذا المنظور ان نحن كشباب عرب او نقدر نصنع ونقدر نبتكر ونقدر نخترع، فما في شيء اليوم ما عندنا نحن خلينا نقول في مانع. صحيح ممكن تواجهنا بعض الصعوبات ولكن ما في شيء مستحيل. اليوم لو عندنا نحن الاراده وعندنا نقدر نصنع نحن في مجال الذكاء الاصطناعي. حتى ليش يعني مثلا ليش نحن ندخل مجال الذكاء الاصطناعي؟ مجال
في نقدر نحن نبتكر أشياء جديدة. مجال ما زال قامض، مجال ما زال ممكن نصنع فيه أشياء جديدة، مش مجال منتهي أو مجال قديم، بعكس المجالات الأخرى عندنا مثل مجال الطيران أو مجال مثلا البناء أو مجال مجالات الأدب. في صارت مجالات يعني تقنيات أو أشياء صار فيها فترة طويلة من التطوير. أما اليوم لما ندخل في مجال الذكاء الاصطناعي، مجال مفتوح، أي شخص عنده الحب والقدرة يقدر يدخل ويبدأ ويقدر يصنع بصمة سريعة في هذا المجال. ذكرت نقطة جدا مهمة في مشوارك، إن توفر الأندية أو إنشاء الأندية، المسابقات، أعتقد إن الحكومة لها دور كبير في رعاية النشاطات والمهارات الشباب الموجودة. كمان ذكرت النقطة إن ما في مناهج ثابتة وروتينية، يجي الطالب هو يطلب هو يحب إيش تبغى تسوي. فأعتقد إحنا من التحديات اللي أمامنا هو تطوير المناهج العلمية الموجودة بدعم حكومي، دعم المؤسسات التعليمية. أحب أسمع من الأستاذ رنا، فيها لها باع طويل في المجال هذا حكم دحين أعتقد سفرياتها في شراكات وتطوير وتقديم برامج تعليمية. تفضل الأستاذ رنا تتكلم لي شوية عن كيف نقدر إحنا نقدم برامج ونقدم curriculums up to date للطلاب والناشئين. أستاذ رنا، سنة 2015 حسيت أنه نحن صرنا لازم نعمم هالمهارات اللي هي بس بالمراكز التدريبية، لأنه بتعرف المراكز التدريبية هي للأهالي اللي يمكن مقتدرين مادياً يجي يحطوا أولادهم بالتعلم ليتعلموا روبوتيك أو تكنولوجيا أو أي شيء، وبعدين ما في ثقافة عند الكل أنه رسالتنا ما توصل لكل العالم نحن شو عمنا. حسيت أنه لازم تكون هذه لكل العالم. بلشت بتطوير مناهج، أكيد اشتغلت على الاي بي بروجرام، اشتغلت على الامريكان، على البريتش، على البرنامج اللبناني العربي، وعملت جريد كتير كبير لأقدر أعرف كيف بدي أطور منهاج أعطيه لأستاذ بقلب المدرسة يبلش يطبقه من أول ما تفتح المدرسة بأيلول لا تخلص المدرسة بحزيران، مع كومبيتيشن حتى ما نقول أنه نحن والله بدنا نروح، نحن فينا نشترك بكومبيتيشن على الصعيد العالمي، بس كمان فينا نعمل كومبيتيشن على صعيد المدرسة وعلى صعيد البلد. يعني أنا لما ببيع منهاج لهالمدرسة ولهالمدرسة ولهالمدرسة إيش بدي أرجع شبك المدارس والوينر فيه أبعته على الانترناشنال، بس اليوم بدي يكون عنا نحن قضية. فبلشت طلع المناهج، طلعت من جريد 2 لجريد 12 مناهج، وهلأ أيام الحجر الكورونا كنت على الآن بالإمارات طلعت كيجي 1 كيجي 2 كيجي 3. اليوم صار عندنا مناهج كاملة. في تحديات كبيرة لنقدر نحن نعمم. التحديات هي تدريب الأساتذة، يعني لما نحن بدنا نقول عندنا معلومات، عندنا روح كيف نحن بنعطي ننقل التكنولوجيا منا كنحن قيمين على 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 البرامج، لكيف نوصلها لأستاذ علوم فيزياء مات اي تي حتى هو يكون عنده نفس الروح ويقدر يعمل الله. سو نحن كمان مع التدريب تاعنا بلشنا ندرب أطفال، بعدين رجعنا حسينا أنه لا يكفي أنه ندرب الأطفال، صار نحن هلأ لازم نقوم بتدريب المعلمين بالمدارس، نعطي منهاج منعلمهم كيف يطبقوا المنهاج، وبنعمل auditing وevaluation يعني حتى نحن نتأكد أنه هالمهارات اللي نحن عطيناهم إياها مع المنهاج تكون عم تطبق بحذافيرها لنقدر نوصل لأهداف معينة. أكيد لقينا كتير كتير شغف من الوزارات، مثلا أنا لما زرت الرياض ورحت على Teach for Education حسيت أنه كل شيء خصب، يعني حابين أنه نحن نساعد، حابين أنه نحن نعطي خبرتنا اللي accumulated over 11 سنة منا هيني بستم education. يعني كل سنة بنطلع معارض، كل سنة بنروح نشوف شو في جديد، كل سنة بنضلنا up to date حتى ما نرجع فشخة لورا. لأ مثل ما قال الأستاذ محمد، يعني ما في شيء نخبيه، شو بدنا نخبي؟ يعني الإنسان بيزكي بمصريته، بدنا نزكي بالعلم، بدنا نزكي بالخبرات، بدنا نزكي بكل شيء حتى الله يكرمها بعدين واحد ما أخذ معه شيء. سو هذا كتير مهم أنه نحن نقدر ننقل هالمعلومات من أشخاصنا نحن كمبتكرين كإنوفيتر لا المدربين اللي هن يقدروا يعطوا أكبر شريحة من الطلاب، لأنه في كتير مواهب مخفية، في
في كتير مواهب ما حدا بيعرفها إلا إذا نحن دقينا الباب، بدنا ندق الباب، وهذا ما بيصير إلا من خلال المدارس. وأنا بتمنى إنه مش بس المدارس الخاصة اللي هي بتقدر تتبنى برامجنا، لازم يكون في دعم من الحكومات ليبعتوا ورا كل هالاختصاصيين بستم إدوكيشن من كل أنحاء العالم، معلش بالإمارات في، بالسعودية في، بلبنان في، بالأردن في، بفلسطين في، بكل المحلات في، بعمان في، نجتمع ويعملوا كونسورتيوم كيف فينا نحن نحدث مناهجنا لنكون نحن من الناس السباقين. ما ناقصنا شيء، ما ناقصنا شيء بالعالم العربي، الإرادة موجودة، بس بدنا نحط خطة ورؤية لنشوف نحن وين بدنا نكون موجودين. وأكيد بدنا ندعم تدريب الأساتذة، إيد واحدة ما بتزقف، يعني الأساتذة لازم يتمكنوا، لازم يكون عندهم برامج زيادة ساعات التدريب لإلهم، حتى هن يكونوا مش بس عم ياخذوا برامج عادية. التكنولوجيا هي لغة المستقبل ولازم تكون لها حصص بالمناهج. اليوم إذا بدنا نحن نروح على مدرسة ونقول لهم حطوا لنا ستم أور، ببلشوا بيقول لك طب أنا شو أي ساعة بدي أشيل؟ مش شغلتي أنا أفكر أي ساعة بدك تشيل اليوم، كفينا نحش الطلاب معلومات ما حتفيدهم بالغد. اليوم صرنا لازم نشيل ساعات متكررة أو منحسها نحن redundant اسمها، ونحط محلها ساعات تقدر تمكن الطالب يقدر يكون حاضر ليواجه لغة المستقبل. Coding is a must. Technology is a must. This is my opinion. التقنيات الجديدة اللي تقدميها أنت إلى مثلاً مناهج تعليمية من كي جي إلى أهم مجرة، هل المؤسسات التعليمية categorized على إنها extra curriculum activity ولا في الصلب؟ لا أنا ما بقى بدي extra curriculum. I don't want it. خلص ما بقى بدنا extra curriculum، كان مضى. اليوم في مدارس ما عندها تقنيات، لك أنا ما قادر أجهز لاب عندي. أنا بقول من هلأ لعشر سنين كل مدرسة بده يكون فيها ستم لاب. ستم لاب اللي هو في بقلبه artificial intelligence، في درون، في بقلبه IoT، في بقلبه renewable energy، في سو هذا اللاب موجود. نحنا بيكون في عنا وظيفة جديدة ما حدا عم يعلمها بالجامعات هلأ، اللي هو STEM Lab Educator أو STEM Lab Manager. هيدا وظيفة أنا بأسف إنه الجامعات عم تخرج كتير ناس ما عم يلاقوا وظائف، بينما هيدا وظيفة دا تكون بكل مدرسة. كم مدرسة بالعالم عنا؟ ملايين. يعني عنا وظائف نحنا مطلوبة بس ما عنا ناس عم تتحضر لها. سو هيدا بحسه أنا كتير مهم بالمستقبل. أنا حضرت أحد المسابقات على مستوى دولة الأردن في تطوير الألعاب. للأسف أتحدث كرجل إن جميع الفاينلس كانوا بنات من جميع المدارس الأردنية. أنت ذكرتي أكثر من مرة الستم أريز وستم ريس ستم في المدارس. أنا أعرف إن الدول الغربية يواجهون تحدي كبير في إدخال الإناث إلى ستم أريز. كيف مستوى إقبال الإناث عندنا في الدول العربية في مجالات التقنية المتقدمة؟ نحن المستوى عنا كتير كتير قوي. يعني أنا بقول لك أنا قاطع لعندي كمهندس صغير أكثر من 85,000، عندي statistics وعندي database بتقول لك إنه نحن قربنا للأربعين 45 إناث. بس أنا لما يكون عندي صبية بقلب البلاتفورم يعني بتتحدى أكبر شاب، لأنه بيجوا باي باشن، يعني ما بيجوا يعني جايين ما عارفين. عرفت ايام بس بتجي ام اهالي بيقولوا لنا انه ليت الانجينير للبنات، بقول لها ايه للبنات تراي اند كم. يعني عرفت بعد في عنا تسقيف انه ليش انا طالعه مثلا بقول انا بشتغل على الاس دي جي 4 و5، اي وونت كواليتي ادوكيشن، اي وونت ستم فور اول، بنت وشاب بدون ديسكريميشن. يعني احنا نعطيها جوانح هي بتطير، حتى جوانح واعطيها الموتورات وبتطير، اي حتى اي حدا بتطير. بس نحن هذا اللي ناقص عنا السقف. يعني بدنا نسقف الاهل، بدنا نسقف الاساتذه، بدنا نقول لهم للمدراء المدارس why STEM is a must بكل المدرسه. هلا الحمد لله انه في مدارس كتير صارت وعي بتقول لك we want you please ساعدونا، شو بدك علمونا، نحن مستعدين. في مدارس تقول لك انه I cannot afford. بعد الحكومه بتقول لك عم بشتغل على مناهج، بس أكيد أنا برجع بقول الخطوة الوحيدة بالعالم العربي إذا نحن منقدر نعملها أنه نجمع كل الكي بلايرز بستم إدوكيشن للشاب للناشئة، نعمل كونسورتيوم ونشوف what we can put on the table. في ناس عندهم مناهج منيحة، في ناس أحسن. يمكن رنا يكون عندها برنامج واحد منيح grade let's say grade 7 grade 8، يمكن فاطمة يكون عندها grade 9، يمكن محمد يكون عنده grade 7،
بس كل واحد بيكون اخدين، وحتى اهم شيء ما نكرر حالنا. يعني انا ما في كل سنه عدله للطالب نفس الشيء، يعني ما في يجيب سوري ما بدي اذكر براندات، بس انه في براندات موجوده بتحطها بقول لك بتعلم فيها 5 6 7 8، لا لا ما في هيك. اليوم بدنا نتعلم على different technology، على different languages، نعرف شو الobjective، ليش أنا عم بعطي هاللغة للطالب، شو حيستفيد منها. This is what we have to work on من هلأ ورايح. إنه نحط مكنة ونقول لك 5 6 7 8 هذا ما بقى بيمشي. يعني عرفت الولد بيزهق بيتجر وبيعملوا drop out من التكنولوجي لأنه نحن عم نكرر حالنا. So هون كيف الخطة تحط برامج تزيد حالة وتعطي innovation من year لير للولد يضلوا aspired وقاعد بالبلاتفورم يقول لك انه ابغى اكثر ابغى اتعلم. هذا السر بكيف ان نحن نحافظ على طلاب بالعلوم. بامريكا عندهم دروب اوت، حقول لك ليش دروب اوت بالدول برا، لانه بيعطوهم بلاتفورم يختاروا شو بدهم. نحن بالدول العربيه ساينس موجود بكل مدرسه، ما فيك تقول انه انا ما بدي ساينس، بينما ببلاد برا بيقولوا لهم انه انا I want to go for art, I want to go for drama, I want to go for music. ساعتها بصير في عنا drop out from science. This is the key اللي صار نحن عنا بينا بالعالم العربي. والقوة عنا انه نحن عنا بالمنهج science. الولد بده يتدرب بحب العلوم، عشان هيك عنا نحن pool of people أكثر girls into technology. طيب طبعا كلنا نتكلم من منطلق خبرة وتجربة، ونتكلم دحين من خلف طاولة المعلم. أنا جدا مهتم إني أسمع رأي الأستاذة فاطمة كإنسانة مبدعة تشق طريقها الآن، كيف هل البرامج المتوفرة والمسابقات هل does it meet her expectation and her needs، هل في دعم للgrowth، هل الكارير حقها أو الباث واضح؟ أبغى أعرف كمان كيف الوساط الإناث كمان بينها بما إنها على الأرض. فتفضل الأستاذة فاطمة تحكي لنا شوية. في البداية يوم بديت في مجال الاختراع والابتكار من عمر صغير، اللي لاحظته أن أنا ما واجهت مشاكل أني أنا أحصل مثلاً كوريكولم معين أو مواقع معينة ممكن أستفيد منها. المشكلة كانت تقبل المجتمع، كيف ممكن المجتمع يتقبل فتاة صغيرة في عمرها حابة أن تدخل مجال الهندسة والابتكار والاختراع؟ يعني في البداية تحصل تعليقات من الناس مثلاً أن هذا مو مجالك تطلعي منه، أو مثلاً خليك بعيدة عن هالأشياء، مثل هاي الأمور اللي تحس ممكن أن تبعد البنات عن هذا المجال، خصوصاً إذا الكلام طالع من مثلاً أهلهم في البيت أو من معلمينهم في المدرسة. يعني إذا هذيل الأشخاص اللي مفروض هم يحتوونهم يطلعون هذا الكلام، أكيد ما بنطلع بنات متميزين في هذا المجال. فهذا هو في البداية. أنا واجهت شوية صعوبات في عمر صغير، لأن مثلاً الدورات اللي كانت موجودة ما كانت موجهة للبنات أو ما كانت موجهة للأطفال في عمر صغير. المراكز اللي موجودة ممكن أن أكون حاضرة البنت الوحيدة مثلاً في الحلقة النقاشية، أو البنت الوحيدة في الورشة وغيرها من الأمور اللي، فبديت أشك في نفسي هل أنا هذا مكاني. بس هل هي فشل في توصيل المعلومة أو الإعلام بالبرامج هذه أو الجلسات هذه إنها توصل لأذاني الأخوات، ولا هي محتكرة بس للإعلان للذكور؟ ولا هو في البداية كان موضوع تركيزهم على الجمهور اللي موجه للورشة، يعني كان ماذا يقول للذكور. بعد هالحين المشكلة اللي موجودة أنه مو موضوع أنه هي موجهة للذكور أو للإناث، هل المحتوى اللي احنا ياسين نعلمه، هل الكريكولم يبين ان عندنا احنا بنات متميزين في هذا المجال؟ يعني انا اليوم طالبه هندسه، انا سنه ثانيه، ما عمري في حياتي لست في كلاس روم في صف ذكروا لي مخترعه انثى، كلهم رجال. توماس اديسون مثلا اكبر مثال، هذا كان مثلي الاعلى وانا في بدايه مجالي. هل تعلمت عن مثلا ان فتاه او مراه اخترعت الواي فاي مثلا او الانترنت؟ مثل هاي الاشياء انا ما كنت اعرفها. فيوم أي أشوف مثل أعلى في المجال ما حصل أنثى ممكن أقتدي فيها، فأبدأ أشوف أو كلهم ذكور، كل الأسماء اللي مشهورة عندنا في مجال الابتكار والاختراع حتى في التكنولوجيا عامة، بيل غيتس، مارك زوكربيرغ، مثل هاي الأسماء كلها تبين لنا أنه بس هذا المجال محتكر على الذكور وليس للإناث. فأنا أحس أنه مع وجود هاي التكنولوجيا الجديدة ومع تثقيف الإناث، سواء من خلال البرامج اللي ذكرتها أستاذة رنا أو غيرهم من البرامج،
ممكن نثبت للإناث أن هذا المجال مفتوح لهم وممكن يتخصصون في هاي المجالات وthey're welcome. هذا أهم شيء إنهم هالمجال مفتوح لهم وممكن أنهم يتخصصون فيه. وأتمنى يعني إنه في المستقبل يكون عندنا إناث أكثر في المجال، لأن على مدى التاريخ شفنا أن الذكور هم اللي استولوا على هذا المجال، مو بطريقة سلبية بس أن الأشياء اللي طلعت تخدم الذكور أكثر من الإناث. فإن شاء الله مع مجال الذكاء الاصطناعي مثلا في المستقبل ممكن نطلع إناث أكثر يخترعون أشياء تناسب احتياجاتنا إحنا كإناث أكثر من أن تكون مختصة للذكور. أحب أذكر مثل من مجالي أنا تطوير الألعاب. تطوير الألعاب طبعا لفظ الألعاب is inaccurate لأنه يخش تحت الـ augmented reality، virtual reality، تطبيقات حقة تخش في الصناعة، تخش في الطب، تخش في التجارة برضو وفي الأمن. بالنسبة للمجتمع المطورين في السعودية، مجتمع المبرمجين في السعودية، الأغلبية أو أكثر من النص بكثير إناث متمكنات جدا في المجال ومبدعات. من الأمثلة اللي أحب أذكرها مثلا كان في مسابقة على مستوى الدول الخليج وفي البحرين، كانت أعلى المسابقة هذه جيم جام تتكرر حول العالم، أكبر نسبة متسابقات في العالم كانت في البحرين من الإناث على مستوى العالم. فعندنا الحمد لله يعني مع التطور اللي عندنا إن النظرة الاجتماعية والعائلية إلى عدم شراكة أو دخول النساء إلى هذه المجالات بدأت تتغير وأصبح مطلب. وإن شاء الله أنت هتكون مثل أعلى يستخدم الإقناع الأهالي، ما شاء الله مبدعة وتشق مجالها ويعطيك العافية. بالنسبة إلى طبعا أعتقد كلنا بدأنا بشغف، كلنا بدأنا بهوايات من وقتنا، لكن نجي إلى وقت لازم ننقل هواياتنا إلى مهنة إلى أعمال. هنا في تحديات نقدر نقابلها. مثلا في السعودية كان عندنا مجالات من التشريعات الحكومية ما كانت مناسبة لنوع الأعمال هذه، الحمد لله بدأت تتغير. البرامج المتوفرة من الانكيبيترز والحاضنات أيضا ما كانت تواكب المجال. فأحب أسمع من الأستاذ محمد بما أنه ما شاء الله نقل شغفه إلى بيزنس، إيش الخطوات وإيش التحديات اللي واجهها؟ هي خلنا نقول مش تحديات، هي مثل هي فرصة إن الواحد يستغلها، إنك تكون رائد في هذا المجال وإنك تحافظ على هذا المجال. اللي خلاني أنتقل لمرحلة إني أنا أنتقل إلى البزنس هو أساس أنا تم في نفس هذا المجال، لأني فترة لما كنت أنا مثلًا كنت في البداية دخلت في هذا المجال دخلت كهواية لأني حب أتعلم، حب أني أطور، حب أني أنا أخترع. وصلت لمرحلة إن إذا أنا ما طورت أو أني ما استمريت في هذا المجال راح ممكن راح في يوم من الأيام راح أوقف هذا المجال وأتحول لمجال آخر. لكن اللي شفت المجال اللي هو الأنسب إن شفت أنه هني عندي فرصة. في البداية ما عندي منافسين في هذا المجال بشكل كبير ممكن أدخل فيها. صار عندي لما كنت أروح مثلاً على سبيل المثال عندي فكرة أو مشروع حاب أطرحها مثلاً على دائرة حكومية أو جهة تتبنى هذا المشروع، لما أتي كشخص أو كهاوي ما حد راح يتقبل منك إن هذا المشروع، لأن يقولك أنت شخص اليوم راح نتعاقد معك راح تسوي لنا هذا المشروع، بكرة راح تختفي، وين راح تصير مثلاً. في كان تخوف بالنسبة لهم لهذه المشاريع. لما حولت الفكرة أن نفس الشخص ده ما كان يعين باسم محمد الشامسي يتبقى باسم شركة، فلما يتعى شركة مثل روباتك أوكي الحين في شركة قائمة في شكل قانوني، هذه الشركة راح تطور المشروع، راح تدعم المشروع بعد التطوير راح يستمر. فهني كان في خلنا نقول التراست بين المخترع وبين الجهة الطالبة. ف الشخص المفروض انه هو اذا حاب في هذا المجال ينتقل لمرحله البزنس لكي انه يحافظ على مشروعه، وليكون عنده يكون خلينا نقول هي واجهه قانونيه يقدر من خلالها ينشر المعلومه او ينشر المشروع او يطور مشروعه بشكل اكبر.
هذا الشيء الشيء المميز عندنا ممكن خلينا نقول مثلا في الامارات انك انت تقدر تاسس شركه وانت موجود في البيت. يعني انا بديت مشروعي بديت شركتي وانا من البيت، قيمه تقريبا خلينا نقول 1000 درهم اسست شركتي وانا جالس في البيت. يعني هذا كله مثلا الشكر الدعم لجهات الدعم مثل مؤسسه محمد الراشد دعم المشاريع الصغيره والمتوسطه. بعد فتره انتقلت من المشروع مثلا انه من البيت الى شركه قائمه، وبدينا شوي شوي بدا الشركه تتوسع. فهذه المسهلات او توفرها الحكومه تسهل على اي شخص انه يقوم بانشاء شركه او بزنس، ومن خلاله يقدر يطور مشاريع. اليوم لما يكون عندي انا مثلا فكره او يكون عندي مشاريع، هذه الفكره اذا انا ما استمريت في الانوفيتف ونديت انا اطورها راح تندثر. يعني على سبيل المثال تخيل انا بديت مشروعي بمشروع مثلا درون، طورت وعملت الشركه والدرونز، بعد فتره صار هذا الدرونز اوت اوف ديت، يعني خلاص انه لازم في درونز جديده، تقنيات جديده نزلت. فاذا انا ما بديت انا اطور الدرونز الموجوده عندي واحاول انه يكون ابديتد وانه يكون افضل درونز موجود في الماركت، ما راح اقدر انافس. فلازم استمر في التطوير، لازم مثلا ادخل في مجالات مختلفه مثلا مجال التدريب او مجال التطوير او مجال الصناعه، بحيث ان تكون للشركه مصدر دخل. اذا ما كان في مصدر دخل للشركه بعد فتره، مثلا اذا كان هذا المشروع بنيت عليه شركه ما مشى المشروع او لسبب ما مثلا توقف المشروع هذا، لازم تدخل مجالات ثانيه. فبدينا ندخل في هذه المجالات، مجالات التدريب، مجالات الصناعه، بحيث ان تكون في موارد اكثر للشركه وان تقدر الشركه تستمر في هذا المجال. استاذه رنا، كلمه اخيره تحبي تقوليها، كلمه او فكره او كلمه توجهيها الى الطلاب او للحكومات، بما ان احنا دحين نعيش الثوره الصناعيه الرابعه. التخلف ما هو خيار بالنسبه للدول العربيه، لازم نواكبها حيتركون الامم القادمه. فلو تفضلتي تعطينا شويه كلمه تحفيزيه توجهيها الى الجمهور. انا بعرف انه كلياتنا عم نطلع بمؤتمرات بنقول بالبرايفت بابليك بارتنرشيب بي بي بي. اليوم انا بدي اطلب من الحكومات انه تطبق هالبي بي بي. اليوم القطاع الخاص مزود مؤهل بكفاءات يعني بكل بلاد العالم عنا كفاءات كتير حلوة، بس بدنا المصاهرة بين القطاع الخاص والقطاع العام لنقدر نعمل التقنيات الحديثة لكل الطلاب. يعني نحن اليوم إذا ما قلنا أنه المدارس الرسمية اللي هي الحكومية عندها نفس وأحسن من برامج أحسن من المدارس الخاصة، ما احنا نقدر نطور وندفش الكل على المستوى اللي نحن بنحلم وبنطمح له. سو أنا اليوم عندي طلب من الحكومات خاصة وزارات التربية أنه حان الوقت للمصاهرة بين القطاع الخاص والقطاع العام لإدراج أفخم وأحدث برامج التعليمية للطلاب، لأنه حق جودة التعلم للجميع ضرورية. لازم نستغني شوي عن البرامج القديمة اللي عنا، ولازم نسعى كلنا جاهدين للتطوير. إذا كان الأساتذة الموجودين ما بيعرفوا، مش غلط ولا عيب ولا شيء. اليوم في قطاع الخاص هو يعطيهم التدريب، لأنه هو اشتغل على الأرض، اشتغل مع الطلاب، جرب، عطى النتائج. سو اليوم بدنا شوي تواضع لنقدر نحن ننهض بلاد العربية كلها يتساوى وبالاتحاد بين كل العالم. يعني مثل ما بقول لك، إذا نحن بنعمل كول لكل اللي اشتغلوا بستم إدوكيشن بالعالم العربي، صدقني الطابة بتصير بإيدنا، ما ناقصنا شيء. برجع بقول لك ما ناقصنا شيء. أنا قطع لعندي طلاب من بحرين، من عمان، من كويت، من قطر، من سعودية، من دبي، ما شاء الله ما ناقصنا شيء. بس شو بدنا؟ توحد ونحط أهداف معينة ونفوت على القطاع العام. بس نفوت على القطاع العام ونعطي الحق للجميع، بيبين عنا الإبداع. ما حدا بيسبقنا ولا بأي مسابقة ولا بأي، لا بالصين ولا باليابان ولا بأمريكا. بس شوي بدنا إرادة
إرادة ونحط الأهداف، يعني كيف حاطين نحن رؤية للبلد، بدنا نحط رؤية للتكنولوجيا بالمدارس اللي هي شق جديد العالم ما كانت معودة عليه، بدنا نتعود عليه. حطوا ساعة تكنولوجيا يمكن ما نجحت، اليوم بدنا نحط ساعة ستام اللي هي بتسهر كل شيء جديد، وكيف بدنا نعمل له انتجريشن بالمدارس. هذه رسالتي للحكومة. شكرا على رسالتك الطيبة. أستاذة فاطمة، أنت مثال حي لما نحاول خلقه وتطبيقه. أنت من الصفوة في بلداننا، وأنت أثبتتي بقدرتك وجهدك ووقتك أنك ترتفعي إلى مصاف المتسابقات عالميا وممثلات عالميا. زي ما تفضلتوا، ما ينقصنا شيء. أنت مصدر للإلهام، واحدة بطلاتنا. تبغى توجهي كلمة إلى النشأ، إلى الشباب والشابات، تحفزيهم وتلهميهم؟ أول شيء شكرا على كلماتك الطيبة. رسالتي للشباب اللي في عمري أو حتى أصغر عني، أن المستقبل معتمد علينا، إحنا مخترعين المستقبل، مبتكرين المستقبل. ومع التكنولوجيا اللي موجودة اليوم، مع تطور الإنترنت وغيرها من التكنولوجيا اللي عندنا إياها، ومع السرعة ومثل ما قلتوا الفورث ريفولوشن اللي إحنا عايشين فيها، نحتاج أن إحنا نواكب هذا التغيير. نحتاج أن إحنا نعلم نفسنا كل يوم على الإنترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو منهجنا ما كان يوفر الابتكار والاختراع من ضمن المنهج. فأشجعهم أنهم دائماً يطورون معرفتهم، ودائماً يبحثون عن المعلومات الجديدة حتى لو ما كانت موجودة في كتب المدرسة. وأن إذا عندهم شغف يستخدمون الموارد اللي عندهم إياها اليوم، معلمينهم في المدرسة، أهاليهم، الإنترنت، حتى يطورون من مهاراتهم. ما في عذر اليوم ان احنا ما نتميز في مجالاتنا، وما في عذر ان ما نتعلم. المعلومات موجوده، بس نحتاج شغف ونحتاج وقت عشان نتعلم ونتميز في اللي احنا فيه. فان شاء الله اتمنى في المستقبل ان يكون عندنا مخترعين اكثر، ويكون عندنا طلبه متميزين في الوطن العربي، حتى نرد على العهد القديم اللي كان عندنا اياه. احنا كنا متميزين في العلوم والتكنولوجيا وتاخرنا شوي، فالحين وقتنا ان احنا نرد ونتميز مره ثانيه. العلم ما هو محتكر في المدارس. الحين أي واحد أو واحدة يقدر يوصل للمعلومة اللي يطلبها. المصادر المفتوحة متواجدة ومجانية على الإنترنت. التقنيات هذه، الهاردوير حاليا متوفرة وبسعر بخس وتوصل لعند بيتك. أستاذ محمد، زي ما تفضلت أنت دحين إن ما في أي عذر، حاب تقدم كلمة أخيرة؟ حاب أختم اليوم بقصة أو تجربة مرت علي، يعني من الصعب أني أنساها. في يوم من الأيام كنت أقدم ورشة لفئة الشباب، وكان واحد من هذا الشباب من كبار السن، يعني واحد كبير في العمر. فسألته أنت، يعني هذا أول سؤال أني قبل ما أبدأ الورشة، أنت ليش جاي الورشة؟ يعني هاي مش لعمرك يعني. قال أنا ولدي كبر وحبيت أني أواكب وياه التكنولوجيا، وحاب ان افهم اللغه اللي هو يتكلم فيها. فهني من هذه يعني التجربه او من هذه، فحبيت ان اوضح النقطه وايد مهمه، ممكن الناس مش فاهمينها بشكل صح، ان المصنع الاساسي او لكل مخترع او مبتكر ليست المدرسه، ليست الجامعه، ليست مراكز التعليم، بل هي البيت. البيت المكان اللي راح يطلع المخترع والمبتكر والعالم في المستقبل. وعندنا اليوم أكبر مثال موجودة، يعني عندنا أختنا فاطمة. البيت يعني هو المكان الأساسي لواحد يقدر يبدر يتعلم ويطور مهاراته. فأتمنى من الكل لا تهملون الجانب هذا، حاولوا تركزون على استغلال الوقت الفراغ، تطوير المهارات، تطوير المعلومات، البحث والقراءة في البيت. وإن شاء الله راح يطلع عندنا جيل مبتكر ومخترع وينافس شعوب العالم. أستاذة رنا، أستاذ محمد، أستاذة فاطمة، توقعت أني حدير جلسة مملة على التقنيات والهاردوير، لكن أحب أقول لكم أني جدا جدا استمتعت بالسماع إلى كلامكم وراءكم، استمتعت في البحث في خلفياتكم وسيرتكم. أنتوا عندكم تحديات وإنجازات وحوافز كثيرة للناس، فأتمنى
أشكركم جدا على وقتكم الثمين، وأتطلع وأتمنى ومتأكد أني حسمع منكم قريبا في المستقبل عن أنكم مؤثرين وتشينجرز في المحيط العربي، خلينا نقول. فالله يوفقكم، بارك الله فيكم. الشكر موصول أيضا إلى وزارة الاتصالات لتحت الفرصة لهذا اللقاء القيم، ويعطيكم ألف ألف عافية، وشكرا للمستمعين الكرام على المتابعة. شكرا طارق، شكرا محمد، شكرا فاطمة، شكرا جميعا. Thank you.